يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الاربعاء اكثر من مليون و الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون و وثمانين الف شخص هذا وقد تخطى عدد الحاصلين على الجرعه المنشطه من التطعيم وستة وأربعين الف شخص